وازيكم يا شباب؟ في اول جيم بعد البرومو، ماشي. ده اول جيم ليا في جولد 3. قشطه. بنلعب بامومو، بنلعب بامومو قدام جاكس، ماشي. وعلى العموم كنت انزل بماستري بصراحه، بس خايف الايرلي جيم يجي يفشخني، قلت لا خلينا بامومو كده عشان ايه ما تفشخش. حد على الميد ده يعمله جاين كده ممكن، بس مع ان الميد بتاعنا ميجوش، بس ايش تاني. ده لول جاكس كان مستنيه في البوش. نايس. دي كانت جاية برضه. هي معاها فيجن هنا معقولة يعني؟ لول، ولا هي كانت حاطة فيجن هنا؟ لا انا معيش كيو. ايزي. هو عادي يعمل دوج، بس انا اصلا معيش كيو بتاعت، فهو لول. ضربت فلاش عشان لو كانت اجت بالارض بتاعتها هموت. بلاش الميد بتاعنا شكله معوش منه، هو كمان ناقص. ماشي، بس خدني شد حلو عليهم كده كده. البوت بتاعنا اصلا مش عارف بصراحة، ترى هنعرف ناخده ولا هما كده كده البوت بتاعهم كسبان اساسا يعني. ما خدتوش. نقف هنا يا اسطى وهقعد بس اعمل كده اهو. ايوه لول. لول. ازرع المات. انا حرفيا كل مرة بحرك الماب عليه تلاقيه هو مات خلاص، هو مش عارف بصراحة. حتى مش عارف اعمل جانكات في البوت بسبب اللي هم بيموتوا كتير، اللي هو ممكن بروح ممكن اموت هناك. لان انا الفكرة اللي الجيم مفيش ولا لين فيهم، اللي هو فاهم مفيش حد فيهم اتفاد، اللي هو اللي انت لدرجة اللي انت تعمل له حاجة. البوت بتاعنا كل شوية بص على إسرائيل تلاقيه ميت، كل ثانية حر تتحرك الكاميرا عليه تلاقيه ميت. وازيكم يا شباب؟ في تاني جيم النهاردة في اللوجو بتاع الجيم ديت كان في بقى حاجة غريبة. دوت ده اللي كانت كاتا قدامنا في الجيم اللي فاتت، ودوت نفس الميد بتاعنا. بصوا على العموم انا مبسوط اوي لان اللي هو الاي دي سي بتاعنا بتاع المرة اللي فاتت ده مجاش يعني. بصراحة انا كنت شوية اهو حاجة كانت حاجة تخليك تتلت كده اللي هو. فبنلعب برامس شباب قدام ماستري. كنت هنزل بماستري المرة دي عشان في بيلد كده جديد كنت عايز اجربه بصراحة. مش مشكلة لو انزل بماستري وانا نزلت برامس، يلا مش حكاية. تروح عند البلو دلوقتي ولا ده هاي؟ ده هاي. انا اسف. خلاص ولو جبت كلها اهرب بقى. انا خلاص انا كام من بيت انتهى.
اوه ياه، انا لسه عايش ولا لا كده جافة فاهم؟ معرفش يا فاهم. انا بصراحة ما توقعتش ان انا افضل عايش، بس بيز يعني قشطة اوي. ما فلاش يعني انا مش عارف يعمل حاجة يعني. ما معكش فلاش ورجع تاني ده انت، الله العظيم ده انت بس حرق شوية. زي ما اخترت يعني عليك يا مستر. او هاي الله يرحمك مستر ليفل 4 يعني. هو بص خلاص مادام راموس اخد ليد خلاص هيقرفك، هيقرف الجيم كلها في حياتك فاهم، محدش هيعرف يعمل له حاجه خلاص حرفيا والله. بص مادام انا اخدت ليد في اول الجيم كده يا لهوي، انا راح اجيب كلها تانية ناو. لا لول مات ايزي الريد باف وبي ده هاي ده هاي. لا بقى الوقت بقى مات. بس اخد الدريك ساد يا اسطى، ما هو لو كنت سبت الدريك كنت هموت برضه، ده كان لازم اضرب سمايت على عشان ما اموتش. شكاية بقى سلام انا بقى. لا ضربت الت واجنايت اضرب داش الوقت على مليون تاني. لا لا اخد ماستري برضو ولو ايه يا اسطى. ماسك تعال ماستري تعال. والله لو كان داس ايه كان كنت هدوس ايه في شغل وانت هتختار. كل ما افتكر كل ما افتكر انت متخيل كده. بص تخيل كده ان انت مثلا انت اي دي سي قشطه وبتكسر ورد تلاقي وهوبا تلاقي راموس داخل عليك بسرعه 2000 كيلو متر في الساعه اللي هو لول ولا الولا يا عيني وشافيه. ازيك يا شباب، تالت جيم النهارده اخر جيم تقريبا. بلعب بمستري البيلد دوت يا شباب، هيل اوف بليدز ماشي. المهم مسيبكم الرونز دلوقتي، هتشوفوا البيلد دلوقتي هوريهولكوا. بس بنلعب قدام تويتش جونجل وموندو ولولو ميد. حاجة غريبة
انا قلت لهم يخلي بالهم من الليفل 2 جانك بتاعته ديت عشان ما ياخدش الفيرست بلاد، فانا مش ناقص بصراحه، مش اول مره تحصل، كل مره يوم راح مثلا الميد ولا البوت يوم اخد منهم فيرست بلاد، فبتضايق انا فشخ من الحوار ده. اخد الفيرست بلاد برضه، جي جي يا معلم، تويتش كرة الجيم كله لوحده. جي جي يس، بص تويتش 22/4 كل مرة، كل جيم انزل قدام تويتش فاهم لازم يتفيد ولازم يكير الجيم لوحده، والله حاجة عذبانة فشخ. المشكلة اللي بقول لهم في الشات في أول جيم يا جدعان تويتش هياخد الريد وهيكمب في أي لينة، هيفضل واقف لكم كل مرة مفيش برضه. وبعدين معاهم لولو، لولو كانت بتلعب ميد، بتلعب سبورت ما بتلعبش، مش بتلعب اتاك ده، مش بتلعب نازلة سبورت، بارد كمان معاهم سبورت تمام، يعني حاجة عذبانة فشخ. المرة الجاية بقى يا شباب أوريكم البيلد كامل ونحاول نعوضها بقى المرة الجاية بقى، مش مشكلة. يلا بيس يا شباب.